مشاهدينا الافاضل، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام من ارضية هذا الميدان، من عاصمة ميادين السباقات، من ميدان الوثبة، حيث الانطلاقات الجميلة، حيث الأسماء الشهيرة، حيث الشعارات التي تأتي في أرضية هذا الميدان بانطلاقات سن الكبار وتحدياتها الكبيرة من المسافة 8 كيلومترات الحاضرات لهذه الأسماء والتحديات الكبيرة. شوطنا السادس ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسة الحول المهجنات الأصايل. نتمنى للجميع التوفيق. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الشعار الاقتصادي الكبير، أبدأ مع شعار مياسة زريك اللي على المركز لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، شعار السيوف يتقدم على المركز الأول ليقدم لنا هذا الاسم الكبير. انتقل الى المركز الثاني واتحول الى التماس حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما احراج اللي على المركز الثالث لمبارك بن محمد بالويعة بن عفصان الخيلي. انتقل الى هجار الواصلة في هذه اللحظات، يقدمها مكتوم بن الشيبة السبوسي، لكن نواميس الباحثة عن النواميس عبد الله بن بندر بن وجب المغير العتيبي قادم ومتحرك بشعاره. بينما انتقل الى المركز السادس فمن اجد الحضور هنا مع سحابة القادمة لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي. انتقل الى شودة اللي بدأت تعزف الانشودة، يقدمها سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري قادم، والكل يتقدم، الكل يتحرك من اجل النواميس، من اجل الانجازات في هذا الموسم المقاير الذي حمل المفاجآت الكبيرة، لعل أبرزها 50 رمزا التي رصدت هنا في جائزة زايد الكبرى. والمفاجآت مستمرة في عاصمة الميادين. انتقل واتحول هنا بعد هذه الاندفاع الجميلة على المركز السابع، اجد سيادة لمحمد بن سويد بن قشمان المنصور يقدم لنا سيادة والسامرية لسالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصورية. كذلك على المركز التاسع علن القادمة لراشد بن طالب بن راشد بن شريم المرياتي على المركز التاسع وعاشر المراكز سحابة الواصلة لمحمد بن راشد بن خميس القويص السويدي. يا سلامي على هذه الأسماء التي بدأت تهاجم المراكز المتقدمة. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى زريج المتقدمة. هنا زريق اللي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، تتقدم زريق، يقدمها سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهرية، يتقدم بوخليفة، يقدم شعاره كما قدم لنا اليمامة في أول أشواطنا الصباحية، افتتاحية أشواطنا مع اليمامة. وزريق اللي تتقدم في هذه
اللحظات يقدمها سعادة فري بن علي بن حمودة الطاهرية. المركز الثاني وصلت رواميس، وصل عبد الله بن بندر بن وجب المغير العتيبي ياتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه القادمة اللي غيرت على المركز الثاني يقدم لنا التماس حمد بن محمد بن فهيد العجمية. انتقل الى المركز الثالث واجد احراج القادمة لمبارك بن محمد بالويعة بن عفصان المنصوري. يا سلام على هذه الاسماء، يا سلام على هذه الشعارات المتحركة. بينما المركز الخامس وصلت شودة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري وبن جشمان، يقدم لنا انطلاقة سيادة محمد بن سويد بن جشمان المنصوري، ياتي بسيادة في هذه الاندفاع الجميلة والتحركات المتميزة. هنا وصلت ايضا وصلت علن وتحرك راشد بن طالب بن شريم المري، يتقدم بعلن يقدمها لنا في هذه المنافسة الجميلة والتحديات. بينما انتقل الى المركز الثامن مكتوم بن الشيبة السبوسي مع هجار، وتاسع المراكز حور احمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. بينما المركز العاشر، هنا الوصول على المركز العاشر وتحديات هذه المنافسة، وصلت رواميس ووصلت أيضا وصلت في هذه اللحظات روايع خليفة بن محمد بن شاهين المرر. لكن وين العودة؟ العودة إلى زريج، العودة إلى زريج اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة الأولى، اللي على مقدمة هذا الشوط بإبداعات بن حمودة. بإبداعات بن حمودة يتقدم على المركز الأول الحاسم ولمساته الحاسم وتضميره هنا برفقة هذا الشعار الكبير الذي يقدم لنا دائما إبداعاته وتحدياته وانطلاقاته الكبيرة هنا من خلال هذه المنافسة العملاقة والكبيرة. 2 كيلومترات 2 كيلومترات المتبقي عن النهاية، المتبقي عن النهاية. بينما المركز الثاني وصلت هنا التماس يقدمها لنا حمد بن محمد بن فهيد العجمي سيادة. بالمركز الثالث محمد بن سويد بن جشمان المنصوري رافعا شودة هنا بشعار سعيد بن حمد بن سلطان المنصورية. خامسا هجار مكتوم بن الشيبة السبوسي. سادسا الشرود أحمد بن محمد بن مبارك الخيلي. لكن وين العودة؟ العودة هنا التغيير، هنا التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط مع التماس 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 التماس. هنا باحثة عن الفوز يقدمها لنا حمد بن محمد بن فهيد العزمي الزريج هنا في دائرة المنافسة لسعادة فري بن علي بن حمودة الطاهري. الظهور مع الأسماء الكبيرة مع اقترابنا من كيلو الحسم، مع اقترابنا من كيلو التحديات الكبيرة والمثيرة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير يا متابعين.
يا مراقبين. التماس التماس حمد بن محمد بن فهيد العجمي بن بيشان يتقدم بينما ازريد لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري بالمركز الثاني. انتقل الى هجار لمكتوم بن الشيبة السبوسي والاسماء القادمة مع شودة القادمة لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري بالعضيلي قادم وكذلك نسيم مبارك بن سعيد الخيلي. لكن المقدمة مع بن بيشان مع انطلاقة التماس التماس مع المركز الأول التماس مع الصدارة ومع مقدمة الشوط. هنا تطير بهذا الأداء الكبير بهذا الأداء الكبير وبهذا الانطلاق المثير حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يحقق هذا الفوز يحقق هذا الانتصار ينطلق بهذا الأداء المثير مع اندفاعته الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك التماس حمد بن محمد بن فهيد العجمي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. ها هي لحظات الوصول والعصافة الأبطان المركز الثاني وصلة نسيم مبارك بن سعيد بن حمد الخيلي المركز الثالث. هنا شودة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري المركز الرابع. كانت في المركز الرابع هي هجار أحمد بن علي بن سلطان أيضا من كان هناك مكتوب بن الشيبة السبوسي. المركز الخامس كانت مع زريج لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. إذن متابعين الكرام منافسة تحدي انطلاق جميل للقاية والتوقيت الزمني. اثنا عشر دقيقة تسعة وخمسين ثانية وستة أجزائين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك التماس حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي تهانينا له المركز الثاني. وصلت في المركز الثاني نسيم مبارك بن سعيد بن حمد بن سيف الخيري والتوقيت الزمني 13 دقيقة وستة أجزاء من الثانية هو توقيت المركز الثاني. المركز الثالث وصلت فيه كانت حاضرة هي شودة لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري والتوقيت الزمني 13 دقيقة ثانيتين وتسعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع كانت هجار لمكتوم بن الشيبة السبوسي وتوقيتها الزمني 13 دقيقة ثلاث ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. أما المركز الخامس فكانت الزريج لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري وتوقيتها الزمني 13 دقيقة ثلاث ثواني وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.